وثبت الأجر فقرتنا مشاهدينا اللي هي حتكون فقرة المبادرات، مبادرات الخير وأهل الخير، وفعلا على امتداد الوطن ما شاء الله، يعني نفخر بأهل الخير ومبادراتهم وأفكارهم الجميلة اللي من خلالها بيسعوا لمساعدة الآخرين. اليوم مشاهدينا فقرتنا وثبت الأجر مع الأستاذة مها أبو الحاج، وهي نائبة الرئيس، رئيسة اللجنة النسائية في مبادرة بصمة خير. بصمة خير لأجل الخير. وهي ايضا مديره مدرسه خاصه. اهلا وسهلا يا استاذه مها. اهلا فيك. كل عام وانت بخير. تقبل الله طاعتكم. بخير، تقبل الله طاعتكم، وان شاء الله يا ربي اعمالها الخير في ميزان حسناتكم. ما شاء الله السيدات بيبدعوا، يعني صح هم مسؤولات في البيوت وبيشتغلوا، شهر رمضان عليهم لود كبير، لكنهم كمان في اعمال الخير بيبدعوا، ودليل على ذلك مبادرتكم والسيدات اللي مشاركين فيها. تحكي لنا عن بصمة خير، هالمبادرة الجميلة، الفكرة متى بدأت ومين اللي سعى لتأسيسها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في عائلة أبو الحاج النساء قرروا في جلسة عصف ذهني، قرروا يكون عندنا لجنة نسائية، وهي اللجنة النسائية تكون لجنة فاعلة. حلو. مش مجرد لجنة ومسمى وتنطلق تحت يعني منظومة الرجال. ففعلا كانت المبادرة انه مجموعة من النساء العائلة قالوا انه احنا بدنا نعمل لجنة، وهي اللجنة يكون لها اعمالها الخاصة. فعلا قمنا بعمل انتخابات، وهذا الحكي بدا حلو في كمان انتخابات. نعم، عملناها انتخابات رسمية. نعم، كان انتخابات النقابات او اي شيء اخر، وبدأنا في هذا الكلام في شهر 9 2017. يعني إحنا جديدين جدا يعني. حلو، يعني هذا أول رمضان. نعم. بعد ما تم تشكيل اللجنة، كان أجمل ما في اللجنة إنه قررنا أن تكون 5 من النساء الكبيرات وتنتين من الطالبات الجامعات، حتى طبعا. فعلا تكون اللجنة مبادرات شبابية. نعم. جميل. وفعلا كنا 5 من النساء في سن 30 و40، وتنتين من طالبات الجامعات في سن 20. الحمد لله. ثم تم وضع خطة، هاي الخطة ابتدأت بعدة أشياء. أول مبادرة كانت هي زيارة كل الكبيرات السن في العائلة، زيارات خاصة، وهذه الزيارات كان يعني كنا نعلن عنها لكل العائلة. وفي كل سبت مثلا نزور 5 إلى 6 عائلات كبيرة بالسن، يعني نساء كبيرات بالسن من أمهاتنا. وليش كانت هذه الفكرة؟ إنه إحنا فعليا عم بنزور كبار السن في مراكز العجزة، فالأولى أن نزور أمهاتنا في بيوتهم ونقدرهم في بيوتهم. فكانت هذه المبادرة، وزرنا خلال 3 شهور 36 أم كبيرة في العائلة في على امتداد الوطن، يعني مش بس بعمان، في كل محافظات الوطن اللي فيها من عائلة أبو الحاج. نعم، بس بدي أقاطعك بعد إذنك، لأنه إحنا الآن عم نعرض صور من يعني الطرود اللي نفذتوها قبل شهر رمضان للعائلة. نعم. نلفت لأنه الصور عم تنعرض الآن. طيب. هي كانت هاي آخر نقدم مبادرة. معلش نقدم هاي قبل الحديث عن هاي، لأنه عم تنعرض الصور ما الآن. ما عندي مشكلة. هذه المبادرة كانت اسمها مبادرة بصمة خير. وكان عنوانها بصمة خير لأجل الغير. حلو. الفكرة كانت أنه نجمع من عائلة أبو الحاج من العائلات الميسورة ونقدم للعائلات المستورة، يعني الخير من نفس وإلينا. العائلة. نعم. حلو. تم جمع مبلغ لا بأس به جيد، وتم عمل طرود. الطرود كانت تقريبا 40 طرد. هذول الطرود كان تشتمل على 20 صنف غذائي، فكان الطرد يعني تقريبا يكفي العائلة ما يقارب 2 إلى 3 أسابيع. يعني مش مجرد عينات، هي كانت طرد. زرنا فيه المصانع، زرنا فيه الأماكن البيع أو خلينا نحكي تصنيع السلعة نفسها، اشترينا من المصدر حتى تكون المنتج جديد وغير يعني مقارب على الانتهاء صلاحيته أو. وكانت بمشاركة من أولادنا وبناتنا، وحتى جميل. بعض الأخوة الأفاضل اللي تكرموا علينا مثلا بالتوصيل أو شيء زي هيك. الحمد لله تم إنجاز هذه الأشياء قبل شهر رمضان. نعم. جميل. أنجزناها قبل شهر رمضان بأسبوعين عمدا حتى نبتدأ رمضان ونوزعها. حلو. وفعلا تم توزيع كامل الطرود في الأسبوع الماضي قبل بدء رمضان ب3 4 أيام، كنا منهين توزيع كل هذه الطرود. جميل. على عائلاتكم اللي عائلات، نفس عائلة. نعم، عائلات أبو الحاج. حلو. أو
إذا كانت امرأة من عائلة أبو الحاج لكن متزوجة في خارج عائلة أبو الحاج، إذن هو الخير من العائلة وإلى أهل العائلة. نعم. حلو. طيب نرجع للمبادرة الأولى اللي هي فعالية قمت كانت فيها زيارة السيدات نعم. أو كبار السن. الآن بعد ما انهينا الزيارات هاي اللي هي اشتملت حكيت لك على 36 تقريبا ل 40 أم من أمهاتنا الكبيرات، قررنا فيما بعد في شهر 3 وشهر 4 أن نقوم بعمل حفل مميز لأمهاتنا الكبيرات. كنا في المبادرة الأولى زرناهم في بيوتهم، المبادرة الثانية قررنا نجمعهم في ديوان العائلة ونعمل حفل، وفعلا كان حفل جدا رائع، كان اشتمل على فقرات وهدايا رمزية بسيطة، زائد تناولنا طعام، كان حتى الطعام من عمل بنات العائلة، بوفيه مفتوح لكامل نساء وأطفال العائلة. وقمنا بعمل خلينا نقول حفلين، حفل في عمان لأمهات عمان وحفل في مادبة للأمهات الكبيرات اللي ما استطاعوا يحضروا لعمان. فكان عنا إذا أمهات من نفس العائلة جمعتوهم وعملتوا لهم حفل وتناول طعام تكريم في نعم. نفس العائلة. نعم. الجديد في مبادرتكم أنه هي مبادرة عائلية، يعني الخير فيها موجه منكم وإليكم، والجميل فيها أنها هي من النساء وإلى النساء. حلو كتير يعني حلو. كانت وبمباركة الرجال، يعني لا أخفيكي إحنا المبادرة كانت تأخذ منها تستغرق منها وقت طويل وجهد خارج البيت مثلا في جمع خلينا نحكي هذه الطرود، أو حتى في الزيارات اللي كانت تكون كل سبت كانت تأخذ من الصبح حتى المساء حتى نزور عائلات كبيرة من العائلة، لكن لولا خلينا نقول تعاون أزواجنا من خارج العائلة إنه فعلا هم كانوا مساعديننا وسامحيننا في هذا الخير، يعني فلهم سهم معنا يعني إنه فعلا تصل هذه الفكرة. عائلات طيبة، وإحنا بنوجه تحية لأزواجكم وإن كانت المبادرة نسائية لكنها بالتأكيد يقف خلفها رجال وبيدعموكم، فالله يعطيكم العافية. يعني هي فقرتنا يمكن مدتها 5 دقائق لكن لأنها المبادرة عائلية وفكرة جميلة، يعني في النصف الدقيقة الأخيرة معلش إحنا مر الوقت سريعا، رسالتك اللي بتوجهها للعائلات اللي بتتابعنا وتسمعنا. أول شيء أنا بدي أشكر عائلة أبو الحاج على ما قدمته وعلى ما ستقدمه، لأنه إحنا لسه في عنا في خطتنا الكثير. إحنا ما حكيت لك إلا جزء يسير من المبادرات. خطتنا لسه بعد العيد إن شاء الله. عندكم أفكار لبعد هيك؟ طبعا نعم نعم. طب أنا سريعا هيك فكرتين ثلاثة في عنا مثلا عنا فكرة تكريم ناجحات في التوجيهي وفي الماجستير أو البكالوريوس أو حتى الدبلوم، وفي عنا فكرة معايدة العيد عيد الفطر. جميل. وفي عنا استقبال النساء المغتربات اللي هم عم بيتابعونا على الفيسبوك والواتساب في جروبات العائلة ومتلهفين يشوفوا نشاطنا. جميل. إن شاء الله حيكون لهم يعني لقاء عن قريب في عيد الله الأضحى. يعطيكم العافية. يعني في عدة أشياء، وفي عنا مثلا وفي عنا مشروع كسوة العيد الآن إحنا مقبلين عليه، بعد يومين حيكون في عنا كسوة لأبناء العائلة لبس العيد، يعني ما شاء الله من العائلات المستورة. أكيد في هالجمعات بتقدموا فقرات بتكون نعم. فقرات فيها خير فيها كلمات نعم طيبة. في عنا فقرات أناشيد يعني شعر من بناتنا كله منا وإلينا، يعني تستثمروا جمعاتكم وأوقاتكم في الخير. نعم. طيب إحنا الرسالة ما سمعناها يعني نعم. في الرسالة هي أنا بقول يعني كما بادرت عائلة أبو الحاج في هذه المبادرة النسائية الطيبة، يعني هو الخير في أمتي إلى يوم الدين، فأنا أتوقع أن كل عائلات الأردنية لديها خير كثير ولديها خلينا نقول يعني كنوز مدفونة. صح. فأنا الأوان أن تطلع إلى السطح. جميل. وأن جميل. يراها الجميع وأن يلمس خيرها القاصي والداني. فنحن جميل. أمت يعني بودنا والله نعم. أختنا مها أن نستمع إليك أكثر، لكن عم يخبرني المخرج أنه الوقت حتى يعني تجاوزنا الحد، فشاكرين إليك ولهالمبادرة الطيبة والله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. يجزيكم الخير وإن شاء الله نأخذكم في لقاءات يكون المدة فيها أطول لنطلع من خلالها على فعالياتكم. إن شاء الله. شكرا لك أستاذة مها أبو الحاج، وأنت نائبة الرئيسة اللجنة النسائية في مبادرة بصمة خير لعائلة أبو الحاج. شكرا جزيلا. ومشاهدينا فقرة وثبت الأجر نستعرض من خلالها المبادرات، فأي حد عنده مبادرة سواء عائلية أو على الأقارب أو المعارف أو كل من حولنا إحنا جاهزين لنستضيفه ضمن هالفقرة. خليكم معنا مشاهدينا، سنكون في حوارية رمضان ينفعنا والدكتورة ناريمان عطية ورمضان يجددنا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ورمضان
ينفعنا أكيد مشاهدينا. حل رمضان ضيفا عزيزا علينا، والسعادة تغمرنا باستقبال هذا الضيف اللي فعلا ما أن يأتي وما أن يحل شهر رمضان علينا ونحن نكون في قمة السعادة، لأننا نشتاق فعلا لرمضان بعد سنة كاملة من التعب والضنك. يأتي رمضان ليريح النفوس، لتتجدد به القلوب، ونحن الآن في هذا الشهر الفضيل ومعنا ضيفة عزيزة على بيتكم عامر، حنتكلم في معنى جميل جدا. رمضان يجددنا، وكانت ضيفتنا الدكتورة نريمان عطية قد كتبت في مقالة: نشم رائحة رمضان، نستنشق عبيره ونتضلع هواءه كما يتضلع المعتمر ماء زمزم، نستشعر به كالدم يسري بالعروق ليصل لكل عضو من أعضاء الجسد ويمده بالحياة، فتحيا به النفوس وتتجدد القلوب. ومع تجدد القلوب ورمضان يجددنا وضيفتنا نريمان عطية الدكتورة، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يسعد مساكم ورمضان كريم علينا وعليك. وأنا سعيد جدا بوجودي معاكم، وموضوع رمضان يجددنا هو بالفعل رمضان يجددنا. معنى جميل جدا. نعم. دكتورة نريمان، وأنت طبعا الاستشارية الأسرية والتربوية والغنية عن التعريف، وكنت حبيبتي. ضيفة دائمة على برنامج بيتكم عامر، لكن لرمضان نكهة خاصة في الحديث. نعم. ومعنى رمضان يجددنا صراحة معنى ملفت جميل، يعني نسمع برمضان التغيير، رمضان المغفرة والرحمة والطاعة وكذا، لكن التجديد في معنى جميل في الموضوع. يعني هلأ عادة كل إنسان عنده صفات مميزة وصفات كويسة، بحب أطلع للحياة من الجانب الإيجابي. جميل. إن شاء الله إنه كلياتنا نبحث عن رضا الله، لكن الظروف والحياة ما بتساعدنا مرات، لأنه مشاغل الحياة. نعم. والهيات إنه نكون مثلا في رضا وقناعة إنه إحنا كل شيء وفرنا لحتى نرضي رب العالمين. فرمضان يأتي حتى يجدد، يجددنا من الداخل. جميل. يجدد أفكارنا، يجدد سلوكياتنا. ممكن الواحد مع الزمن ينسى، لكن نشوف شيء حلو يجدده. نشوف هالرمضان بنشوف الناس عم تتصدق، عم تتبرع، يجدد التعاون عم بصير. نعم. فبتحسي حالك قديش أنه هذا الشعور بجدد، بقول يا الله أنا عن جد كنت ناسي هالقصة. صحيح. لما أشوف هالصبايا الحلوين أو هالشباب النشميين عم بيساعدوا ستة كبيرة، عم بيعملوا هون، عم بيسووا هون، خلال السنة بتحس إنه الناس ببلشوا يتراجعوا. صح. فبيجي رمضان بقولك وين اصحى، جدد الهمم. نعم، يجدد الهمم. وهذا الشيء اللي شيء حلو كتير، يعني لو وصفناه بكاسة، يعني كاسة فيها مي، هاي الكاسة فيها شوائب كتير، ضيفي عليها مي، ضلك ضيفي ضيفي شوي شوي، تلاقي بالآخر صارت مي الكاسة بتصفى. مي صافية وراحت الشوائب اللي فيها. فنحن بنقول كل إنسان هو جميل، لكن بدخل عليه شوائب، فنحن نحتاج في رمضان لتغيير هاي الشوائب وإزالتها حتى نجددها، مثل الغيث لما بسقط بيجدد ماء النهر. جميل جميل. تفضلي. يعني دكتورة، إحنا ليس شرطا إنه إذا كان عندنا مثلا شيء في البيت والله إحنا بدنا نستبدله، نروح نشيله كله ونجيب إشي جديد مكانه. نعم. أنت تقصدين أن ممكن أشياء فعلا موجودة وجميلة لكنها أصبحت قديمة، أصبح. نعم. عليها غبار صدأ، ممكن إنه إحنا يعني سلوكيات بسيطة جدا. نعم. نجدد هذه الأمور، ويعني تماما النفس البشرية بالعبادات، بالطاعات، بالصلاة، بالصيام. نعم. بالقيام، بالذكر، تتجدد فيها أمور كثيرة. نعم. هذا المعنى الذي. نعم. جميل. يعني أنت طلقتي لجزء كبير من اللي أنا بدي أوصل له. هلأ الحقيقة في موضوع التجديد، مرات الإنسان بيكون عنده قناعات ما بده يجدد طبعاً. صحيح. طبعاً. صحيح. في ناس بخافوا بقول لك لا 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 انا ما بحب، انا مالي ما شاء الله عليك، شو انا هيني منيحه. في ناس بقول لك لا سيبينا. هلا كل واحد طبع تفكيره مختلف عن الثاني. هلا الحقيقه رمضان بيحطنا بجو، بيفرض علينا كلنا نفس النظام. صحيح. بتحسي انه برمضان الكل بيفطر بنفس الوقت، العمل كله بسكر بنفس الساعه، الناس بتجي بتداوم بنفس الوقت، بتحسي انه صار الجماعه كلهم مع بعض مرتبطين. هذا إشي كتير حلو. هذا الشعور اللي عم بتحسيه في رمضان شعور جميل جدا، بيعطيك أصلا إيحاء إنك أنت بتقدري، نفرض كربة أسرة، تكوني في بيتك مع الموضوع وتستمري فيه. يعني أنت تجددي أفكارك، ليش ما أنت تعيشي في بيتك بنفس الطريقة؟
نظام ترتيب امورك تمشي صح ولا لا؟ صحيح. هلا ممكن في عملك كمديره تنقل الصوره نفسها وتجددي عملك تعاملك مع الناس كيف التكنيك. فسبحان الله ربنا برمضان بيحاول يضبطنا من كل الامور حتى انه نحن كاشخاص يعني بيكون عندنا تجديد من الداخل. ليه؟ لانه انت لما تيجي تتقيدي من غروب الشمس حتى شروق الشمس ومن شروق الشمس حتى غروب الشمس. صحيح. وكتير سمعت انه يعني ناس من الدعاء بقول لك من صام صام، يعني ربطوا كلمة الصيام بأنه صام عن أشياء كثيرة. صام عن أي كلام مثلا مؤذي، صام عن أنه يجرح حدا. هلا بيجي مثلا واحد بده يحكي مثلا مع واحد بيقول اللهم أني صائم بديش أجرحه. طب صحيح. أنت لما تيجي مثل هيك شغلة تشتغل فيها طول السنة، فهذا إشي كتير حلو. تدريب يعني. هو دكتورة كمان كما ذكرتي تفضلتي حضرتك موضوع العمل الجماعي في رمضان. نعم. يعني فعلا احنا في بيوتنا مثلا الابن بيفطر في جامعته، ممكن الابن في مدرسته، الزوج في وظيفته، الغداء بيكون اما حدا بيحضره وحدا ما بيحضره. صحيح. الصلاة كل واحد بيصلي حسب ظروفه، كذلك الصيام مش الكل بيصوم في الايام اللي هي الاثنين الخميس. لكن في رمضان الجميل في شهر رمضان انه كل افراد الاسرة ناهيك عن كل افراد المجتمع، كله صايم، كله ممتنع عن الطعام، كله بيصلي الصلاة تقريبا في وقتها، بيحاولوا يروحوا على المسجد بشكل يعني جماعي. التراويح صلاة قيام كمان بنصليها كلنا مع بعض، بنفطر مع بعض، بندعي بعض على الولائم. ففعلا رمضان شهر جمعي يعني للجماعة للمجموعة. نعم. بيوطد العلاقات وبيزيد الصلات بين أفراد المجتمع. وجميل جدا كمان بضبطنا، يعني في ضبط. لما بيجي واحد بيقول لك انا اصلا ما بقدر امسك اعصابي، وبتيجي بتلاقي برمضان ماسك اعصابه. صحيح. طب وين المشكله؟ المشكله في تفكيرنا. فنحن لما نيجي نغير التفكير نغير اسلوبنا. هلا انا نفسي بس انا جديد، فانا من جديد. لما رمضان بيخليني شخص انا تاني، ليش ما انا احافظ على هاي الصوره النمطيه خلال 30 يوم واستمر فيها خلال السنه. سبحان الله الانسان بطبعه شوي بهبط، فلا إله إلا الله، يعني مجرد ما يخلصوا الثمان تشهر تسعة تشهر بيقرب رمضان بكل الإنسان استنفذ كل الطاقة اللي عنده. صحيح. بيجي برجع برجع مرة تانية، إجا رمضان بترجع بتاخدي همتك، بترجع من أول وجديد. فعشان هيك إحنا بنقول لهم رمضان بيعلمنا كتير. رمضان نحن لما نيجي نطلع عليه بنحس إنه هو عبارة عن فائدة لإلنا. سبحانه وتعالى قال رمضان لي، هو رمضان لله. صحيح. احنا منصوم لاجل الله، لحتى انه نحن منحب الله، لحتى نرضي الله. وسبحان ربنا انه هو دائما له حكمته في كل شيء. حتى في رمضان لنا الفائده في كل شيء، في الصحه، في التعامل، في كل شيء. رمضان بغيرنا. رمضان بجددنا. فخلينا كلنا نمسك هاي الشغله. صح. حتى لما نيجي نقرا القران، حتى ديننا دين سهل جدا وبسيط. يعني انا ما اجي اقرا القران، في ناس يعني بتنافسوا على قراءة القرآن مين بيخلص أكتر، عدد الختمات. نعم. مو مشكلة عدد الختمة، لكن هلأ وأنا عمالي بقرأ، اقرأ وتمعن، شوفي مغزى من الصورة. صحيح. شوفي أي ممكن إنك تستفيد منها. شوفي أي ممكن تخليك تتجدد. يعني في ناس عندهم مشكلة إنهم كل شيء بصير بحياتهم بربطوه بتعاسة، بربطوه بالشؤم. أنا النكد، أنا حياتي كلها نكدة، أنا عمري بحياتي، أنا إذا بربح تخرب المسابقة. يعني لكن لو انه قرأ بتمعن في القرآن وقرأ الآية اللي بتقول ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، شوفي ارتاح في حكمة أكيد من أيوة. كل فإذا انت لما تيجي تقرأ القرآن تمعن فيه، شوف ايش اشي ممكن انك تستفيد منه. اقرأه بتدبر. نعم. دكتورة. نعم بتدبر. جدد نفسك، جدد أفكارك، غير تفكيرك. يعني سبحان الله، يعني في العلماء عملوا تجاربهم، عملوا أشياء كتير، واكتشفوا أنه الإنسان خلال 21 يوم ممكن أنه يتغير. كأنك دكتورة أنت في بالي، يعني كنت حدثتيني عن موضوع التغيير. نعم. 21 يوم، فكنت حابة فعلا هالمعنى الجميل تحكي لنا عنه، أنه فعلا الإنسان يحتاج 21 يوم. نعم. هلأ علماء التنمية في، هو أصلا اللي بلش فيها واحد من علماء اللي بيعملوا عمليات التجميل للشخصيات اللي عندهم مشاكل، فأنه وجد أنه الإنسان بيقدر يتقبل نفسه بعد 21 يوم، خلص تصير صورة نمطية عادية. أنه خلص تقبل نفسه. إذا حدث أي تغيير، أي تغيير بتقبل صورته الجديدة بعد 21 يوم. فصاروا يعملوا عليها دراسات واكتشفوا لأ، وأنه بالفعل الإنسان كله بتغير
وبيبلش بعد ال 21 يوم، يعني في ناس بقول لك مثلا انا ما زبط معي، لا مش موضوع انه ما زبط معي، موضوع انه نحن بنعرف انه في فروقات فرديه، وفي شيء اسمه تفكير وتاثير. هلا انت كيف ما بتفكر كيف ما بتتاثر، فعاده هدول ال 21 يوم، نحن اذا ربطنا رمضان، رمضان هو 30 يوم، فسبحان رب العباد لما انت تيجي تستمري لمده 30 يوم في الصيام تكتشفي حالك انه انت انسانه بعد ال 30 يوم صرتي قادره على الصيام وصار بالنسبه لك شيء طبيعي، واغلبيه الناس بتلاقيهم بيفطروا اول يوم، ثاني يوم بالعيد ببلشوا يرجعوا يصوموا. صحيح. ولانه بيقولوا والله لساتنا معتادين على الصيام، فنحن خلينا نستفيد من العلم. احنا مش ضد العلم، يعني ممكن ناخذ الجانب الايجابي اللي فيه. صحيح. ونشغله. خلينا نقول مثلا هلا انا كنريمان في عندي سلوك سلبي مثلا في البيت، انا لنفرض اني ام ودائما عصبية. عندي عصبيه وصوتي دائما طالع. هلا برمضان انا صايمه، كل ما باجي بحكي مع حالي بقول اللهم اني صائم، فاذا انا عم بعطي حالي اشارات. هاي الاشارات هي عباره عن سقوط في المشاعر، مشاعري بصير ريلاكس عشان رمضان. صحيح. عشان ربنا يرضى عني بصير سلوكي بصير اهدي حالي. واصلا الواحد مع الجوع بكونش في حالي عصب فبتلاقيه هدي، حتى سلوكها بصير ايش اخف شويه. فهلا نحن العلم بحكي لك انه مثل ما انت بتعطي اشارات لنفسك بينزل بسلوكك. فهلا اذا نحن استمرنا مثلا، انا استغليت هذا الاشي وبلشت اقنع نفسي فيه، بلاقي حالي مع نهايه رمضان صرت اهدى. احاول انا بعد ما يخلص رمضان اني استمر في نفس النظام اللي انا وضعته لنفسي في رمضان. حلو. تمام. اعطيك مثال سريع عشان نوصل فكره اكثر. بقول لك هلا اللي بيكون بده يتعلم السواقه اول ما يركب السياره بكون برج وبتعرف يعني ومش قادر واليمين وقير خايف ومتوتر. هلا اول اسبوع بتعلم شوي، بعد منها بتعلم، بيجي بسوق بالسياره اخذ الرخصه، اول ما يطلع بكون خايف يمين شمال، احط اول احط لا ثالث لا ارجع، مش بتلاقيه بكون يعني كل تفكيره وكل شخصيته مع مين؟ مع السياره وكيف بده يمشي. شهر شهرين ثلاثه بكون ماشي ورايح على الشغل وبصل، قول يا الله وصلت انا، لا تطلع لا عقير ولا طلع شيء، لانه هو في العقل الباطن خلص احتفظ الموضوع تدرب وصار خلص تلقائيا مش بحاجه يعني. حتى المكان اللي هو ماشي فيه لو حكى تليفون او شيء ممكن يمشي ويوصل للمكان بدون ما هو يكون واعي. ليش؟ لانه العقل اللاواعي مشاه لحديت مكان اللي هو كل يوم بيطلع فيه. حتى مرات بيكونوا في ناس من كثر ما عندهم في العقل اللاواعي يوم عطلتهم مثلا بيكونوا طالعين مع اولادهم، شو وداني على الشغل انا بكون ماشي ورايح على الشغل. فنحن بنحكي خلينا نشتغل على هاي القاعده. بصير باللاواعي انت تلقائيا اذا كنت حاسه عندك تقول مثلا بالصلاه استمري، حتى ان احنا بنعرف انه في قاعده 40 يوم في صلاه الصبح، انه يعني الانسان بيحافظ على 40 يوم في الصلاه خلص انه يعتبر انه من الاشخاص اللي دائمين على الصلاه. فاذا معناته نحن خلينا نستغل هاي الفرصه ونبلش اول شيء نغير بانفسنا. حلو. ونشتغل على التغيير وين؟ على ابنائنا. حلو. هلا هذا المعنى اللي احنا بدنا نركز عليه دكتوره بعد اذنك. الان احنا رمضان صيام وقيام وقراءه قران وذهاب إلى المساجد وتواصل مع الآخرين وصلة أرحام وذكر واستغفار وكذا، يعني يمكن هذا على الصعيد الفردي وقلنا قد نقوم به بصورة جمعية. لكن إحنا بدنا في أمور إحنا في بيوتنا مع أبنائنا، كيف نخلي رمضان فعلا يجددنا إحنا وأبنائنا في طريقة تعاملنا في تواصلنا في محبتنا في التواصل بيناتنا، الحكي أسلوب الكلام حتى بين الأزواج كمان مش صحيح. بس بين الأباء والأمهات والأبناء، كيف ممكن نستثمر رمضان للتجديد في أسرنا؟ أحلى شيء في الحياة النظرة الإيجابية. أول شيء بنطلب من الأباء والأمهات في البيت ما يعملوش مشكلة في عباراتهم، لأنه الآباء هن قدوة للأبناء. فبتلاقي الأم أول ما يجي الأب أو جاي بالطريق الله يخليكم هذا أبوكم عصبي مش عارف إيش فينا شر مش عارف، لا تحكوا لا تتنفسوا يعني هن بنقلوا جو سلبي حتى لرمضان، يعني بصيروا الأطفال يربطوا أنه رمضان أبوهم معصب. صحيح. فهمت علي كيف؟ فهلأ نحن لا، خلينا أول شيء نبلش في الكبار الأب والأم، أنتوا لازم تنقلوا صورة جميلة لرمضان. رمضان إشي كتير حلو، بالعكس رمضان هو بيجددنا، رمضان بيهذبنا، رمضان بيخلينا نكون أحسن أفضل، لكن التغيير يبدأ من الداخل. فكل واحد بقول له التغيير يبدأ منك. بلش أنت، لا تطلع على غيرك،
بلش منك انت كشخص، انت كأم، انت كأب، غيروا انفسكم، اولادكم بتغيروا، خلوا ايجابية في البيت. بعدين رمضان والصيام من نجذب، في جاذبية وفي تحفيز، اشتغلوا بالجاذبية لأبنائكم وفي تحفيزهم، يعني حفزوهم عشان ربنا يرضى عنكم، عشان انكم تحبوا ربنا. هلا انت لما تيجي على اي واحد تقول له انت مش صايم، انت اصلا الله ما بيحبك، بس عنده ردة فعل، الله ما بيحبني خلص، الله ما بيحبني. اما انت مش مع تيجي مع ابنك بطريقه تانية، يا الله ربنا شو بحبك، شو كذا، انت رح تكوني عند ربنا كثير، لك مقام، انت لما تيجي تعملي هيك، طب شو رايكم يلا نصلي مع بعض عشان ربنا رح نرتفع مقام عنده، شوفي هلا كيف ربنا رح يكون مبسوط منا. انت اسلوبك في التعامل مع ابنائك انت بتجددي حياتهم. تمام، نحن خلينا نشتغل في الاسره بروح الفريق. وروح الفريق هو روح الدين الاسلامي. حلو، يعني احنا جماعة. دكتورة احنا بطبيعة الحال برمضان بنزيد صدقاتنا، واذا ما كنا بنتصدق اصلا بنصير نتصدق، وقراءة القرآن كمان بنزيدها، والصلوات والطاعات وكذا والصيام والذكر. ففعلا ليه ما نستثمر هاي الفرص بانه مثلا الصدقة ناخد ابنائنا معنا. نعم. يتصدقوا، نشعرهم بأهمية الطاعة وهالعبادة، هاي معاني كتير جميلة يمكن نغفل عنها في رمضان. كتير انت حكيت اشي كتير حلو. هلأ شوفي الكلمات اللي بتحكيها بتعطيكي إجابة للتجديد، يعني ماما شو رأيكم هاي المكمورة بنحطها هون معنا أول 10 أيام من رمضان، خلينا كلنا كل يوم نتصدق بجزء من المال اللي معنا مصروفنا، كل واحد على قدر. نعم، وشوفوا كيف رح تنغسل الذنوب، يا الله رح تصيروا هلأ مع الصدقة رح تتجددوا، رح يقبلكم ربنا كتير أحسن، ذنوبكم رح كلها تروح مع الصدقة. شوفي الفكرة حلو. فأنتي لما تيجي مثلا بقى لعشرة أيام طولي الفلوس هدولة، طب شو رأيكم شو نعمل فيهم، يلا نقعد مع بعض، ايش اسوا مع بعض تناقشوا، والله في جاره مثلا من هون وضعها المادي مثلا في كذا، ظروفهم هيك صعبه، في وحده مثلا عندها مشكله مثلا ديك مثلا ما بتشوف، يا حرام ما عندها فلوس، شو رايكم اي احسن نعطي، مين نعطي اكثر، مين بتفضلوا انه، فانتوا مين مثلا تعلموهم نظام اولى لك فاولى، مثلا في قريب انه لا ليش ما نفكر مثلا بالعجوز هذا المائل اولاد نشتري له شغله فيهم. يعني انت لما تجلسي جلسه مع ابنائك وتتحاوري معاهم بلغه الحوار، انت بتحببيهم للدين اكثر، بتحببيهم للعبادات اكثر، حتى بتخلي سلوكياتهم كثير افضل. اما لما تيجي انت تستخدمي معهم الخوف الرعب هيك بتروحي على النار، الله رح يغضب من هلا، هاي كل هالعبارات هي عباره عن شحن سلبي، لكن انت دائما خليكي بالايجابي، دائما فعلوا الجانب الايجابي، خاصه انه رمضان شهر الرحمه والمغفره. نعم. وكيف يعني لما تغلق فيه ابواب النيران وتفتح ابواب الجنان، فبالتالي. نعم. هو فعلا شهر الايجابيه. نعم. وشهر انك انت كيف لما توصلي لاولادك، يعني ماما شوفي كيف رح تتجدد، وماما شوفي كيف حياتكم رح تصير حلوه، شوفي انت كيف ربنا لما يكون معك رح تتميزي في المدرسه. رح الله يوفقك بعلاقاتك مع صحباتك، رح تجيب علامات أعلى، لأنه ربنا لما يرضى عن العبد برضى عنه وبصير للقبول في الأرض. صحيح. أنا برضى عنك، أبوكي برضى عنك، أو كشاب أو كمنهم أطفال بسموا المصطلح مراهقين اللي هن الناشئين اليافعين، هدول بالفعل هدول إذا دخلنا فيهم وعلمناهم هاي الطريقة صدقيني هن بكيفوا، بقول يا الله رمضان إجا عشان نحن نشوف شو في عنا أخطاء، ونعلمهم محاسبة النفس من جوا. أنت ما تحاسب ابنك، علمه يحاسب نفسه، هذا الضمير وتفعيله. انتوا بتعلموا اولادكم مش بالكلام، جميل. بالفعل يشوفوه قدامهم. نعم دكتورة، حتى على صعيد العلاقات الزوجية حين يعني ونحن في الدقيقة الأخيرة. نعم. تقريبا من حوارنا، ونحن نحيا يعني في رمضان بحاجة فعلا انه نوطد علاقاتنا كأزواج. نعم. نزيد المحبة، الطاعة، الرحمة، الله يعطيك العافية. صحيح. ما شاء الله عليك تعبتي، انا والله اليوم بدي اكرم اهلك، بدي اعزمهم عشان رب العالمين اولا وكرمالك حتى انت تبرهم، فانا مستعدة اعمل اي اشي حتى انت تكون راضي ومبسوط. جميل. هو كمان نفس الاشي بده يبر أهلها ويعزمهم عشان يرضي رب العالمين وعشان هي كمان. فشو بنحكي بهالدقيقة الأخيرة على صعيد العلاقات الزوجية وتجديدها في رمضان؟ روعة. وأهم إشي في رمضان، اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. صح ولا لا؟ عنا. يعني نعم عنا وليس فرد، عفو عني فاعفو عنا. شوف. نعم. الدعاء جماعي. هلأ هذا الكلمة العفو لما يجي شهر رمضان، لما يكون أنت شخص بتعفو وبتسامح، شوفي كيف انت صدرك راح يكون واسع. اللهم نسألك ساعة الصدر،
فما يكون صدرك واسع، أفكارك كلها إيجابية، نظرتك للأمور حلوة، حتى علاقتك في مرتك أو في بيتك بتكون حلوة. ولا حكسه صحيح. صح. علاقتك في بيتك مع عائلتك مع الجيران مع كل مكان أنت بتكوني في عندك تسامح وعفو، بتلاقيك منيحة مع كل الناس. فرمضان جماله في أنك أول ما يجي رمضان أنا عفيت عن كل الناس، أنا مسامحة كل، ما بدي من أي حدا إشي، لا نريد منكم لا جزاء ولا شكورا. الآية مذكورة في سورة أعتقد ياسين، لا هي سورة غابت عني، لكن نحن الهدف لا نريد منكم لا جزاء ولا شكورا، نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أتذكرها إن شاء الله الآن. هلأ هاي الآية بتقول إنك أنت بتطعم الناس وبتعملهم خير. نعم غششني إياها المخرج. نعم. فإذا هي أنت بتقدم لهم خلص، وهيك رمضان أنت بتعمل الخير مع زوجك مع زوجك مع أولادك مع الجيران، ما تستني لا جزاء ولا شكورا. لكن إذا كنا نحن مناح وشكرنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم شكر ذاتي وشكر، من لم يشكر الله لم يشكر الناس. صح. فإذا اشكر أنت نفسك، اشكر الناس، وخليك دائما رايق هادي، أو حتى أنك سواء كان موجهين للجهتين يعني كونوا رايقين كونوا هاديين، اعفوا وخليكم دائما يكون في مجال للتفاهم بينكم بين بعض. حلو. يعني لغة الحوار والإنصات، وخلي دائما هدفكم نجاح الجميع. يعني الأب بالبيت ما يقول هو أفضل، أنا أولادي بحبوني، والأم أنا أفضل بناتي بتحبني، أنا نعم بخليهم يصوموا، إحنا بهمنا يحبونا إيه، حب جماعي. نعم. نعم حب جماعي، وما كان ما في تفريد. الكل يحب لله. جميل جميل، والكل يحب لله. نعم. ونحب بعض، ونكون فعلا في أجواء أسرية فيها التسامح وفيها إن نتجاوز عن يعني أخطاء بعض. هذا نعم. معاني تجاوز. كثير جميلة. دكتورة ناريمان بودي أن يطول الحوار معك أكثر حبيبتي. لكن لأنه رمضان هيك البرنامج فيه سريع وفقراته. نعم. كثيرة. وصلنا إلى نهاية فقرتنا لليوم، حوارنا مع حضرتك الدكتورة ناريمان عطية، وأنت الاستشارية التربوية والأسرية. فعلا أسعدتينا بهالحوار الجميل، وجددت فينا معاني جدا رائعة. شكرا جزيلا لك، وتقبل الله طاعتك. ومشاهدينا الكرام، فكرة لبكرة، في عنا فكرة جميلة جدا مع لبنى علي مشكورة، حنتابعها سوا، وهي ولا أقولكم تابعوها وشوفوها كتير حلوة. خلينا نشوف سوا.